بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. تعليق على تفسير سورة البقرة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. الدرس 15. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأما الآية 16 وهي قوله تعالى: قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. ففيها مسائل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. هذه الآية ولا تحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. يأمر الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن يقول لليهود والنصارى الذين اعترضوا على دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وجحدوا رسالته وهم يعرفونه ويعرفون صدقه، لكن حملهم الكبر والحسد على الكفر والعياذ بالله. أتحاجوننا في الله؟ هذا استفهام، استفهام وإنكار. تحاجوننا في الله؟ هل في الله محاجة سبحانه وتعالى وهو ربنا وربكم؟ رب الجميع سبحانه وتعالى، رب العالمين، لا محاجة فيه ولا جدال فيه سبحانه وتعالى. ونحن ما جئنا بشيء جديد، إنما جئنا بأمر هذا الرب سبحانه وتعالى لنا أن نبلغ رسالته للعالم. ما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم بشيء يستنكر ويستغرب، وإنما هو كإخوانه من المرسلين على طريق واحد، يبلغون العباد عن الله سبحانه وتعالى دينه وشريعته. وهذا ليس مجالا للحجاج والجدال. الواجب في هذا التسليم والانقياد، هذا شأن العباد، الانقياد والتسليم لله سبحانه، طاعة رسله، هذا هو المفترض. إنما يجادل من عنده شكوك وأوهام أو جهل. أما اليهود والنصارى فليسوا جهالا، أهل كتاب، أهل كتاب، وكتابهم يوافق ما جاء به هذا الرسول صلى الله عليه وسلم. فما وجه الاحتجاج والجدال إلا التعنت والخصومة؟ وهذا شأن كل من لا يريد الإيمان، فإنه يعترض ويشكك ويأتي بالشبه التي لا تفيده شيئا، والحق لا يستره شيء، الحق واضح. مهما جادل، مهما خاصم، الحق واضح. ولكن كما قال الله جل وعلا: يريدون أن يطفئوا
نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافر. جدالهم لا يقف في وجه الحق، والحق سيأخذ طريقه شاءوا أم أبوا. أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم؟ ربنا واحد باعتراف الجميع، ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم، كل إنسان له عمله، فنحن لا نسأل عن أعمالكم ولا نحاسب عليها يوم القيامة، وأنتم لا تسألون عن أعمالنا، كل له عمله. ولكن الفرق المقدمتين السابقتين لا جدال فيها، في الرب سبحانه وتعالى وفي أن العامل يجد عمله خيرا أو شرا، هذا لا جدال فيه، ولا فرق بيننا وبينكم فيه. لكن الفرق نحن له مخلصون، مخلصون له في العبادة، مطيعون لرسله، وأما أنتم فعلى العكس، تشركون بالله وتخالفون الرسل. نعم، هذه ثلاث مسائل. مسألة الرب لا جدال فيه بيننا وبين أهل الكتاب، هو رب الجميع. مسألة الثانية أن العامل يختص بعمله. المسألة الثالثة هي محل الفرق بين من يخلص لله عبادته وعمله وبين من لا يعمل أو يشرك، يعمل ويشرك بالله عز وجل، هذا هو الفرق. ثلاث مسائل. نعم. المسألة الأولى: أمر الله لنا أن نحاجهم بهذه الحجة القاطعة، فإذا كان الله رب الجميع، وأيضا أنه بإقراركم أنه عدل لا يظلم، بل كل عامل فعمله له. هذه المسألة الثانية: كل عامل عمله له خيرا كان أو شرا، هذا لا جدال فيه. ما أحد يجي يأخذ عملك، ولا أحد يلقي بمسؤوليته عليك إذا أجرم وأشرك وكفر، هذا محل تسليم من الجميع. نعم. وافترقنا في كوننا قاصدينه مخلصين له الدين. هذا هو الفرق بيننا وبينكم، نحن له مخلصون، وأما أنتم فلستم مخلصين له ولا متبعين لرسله. نعم. وأنتم قصدتم غيره، قصدتم غيره بأعمالكم وأشركتم بالله عز وجل. اليهود يقولون عزير ابن الله، النصارى يقولون المسيح ابن الله، والجميع اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. نعم. وأنتم قصدتم غيره فكيف يساوي بيننا وبينكم؟ كيف يساوي الله أو يساوى بيننا وبينكم؟ يساوى بين المخلصين والمشركين؟ هذا لا يمكن. نعم. أو يخص بكرامته من أعرض عنه دون من قصده، أو أن الله يخص بكرامته من أعرض عنه دون من قصده، هذا محال في عدل الله سبحانه وتعالى،
لا يمكن في عدل الله أن يكرم العاصي والكافر وأن يهين أو يعذب المطيع. والمخلص لله عز وجل عمله. نعم. هذا لا يدخل عقل عاقل. نعم. المسألة الثانية أن الخصوم محاجة في الله لا في غيره مع فعلهم هذا في هذه الخصومة. نعم، تحاجوننا في الله، خصومتهم معنا هي في الله عز وجل، مع أن الله سبحانه ليس محلا للخصومة والجدال. نعم. قال رحمه الله: أما الآية السابعة عشرة وهي قوله تعالى: أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون. فإذا انتهى الجدال بيننا وبينكم كما في الآية الأولى فأنتم بين أمرين مع الرسل: أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى؟ هل هؤلاء الأنبياء على اليهودية أو النصرانية أو على ملة إبراهيم عليه السلام مخلصون له الدين؟ فإن قلتم إنهم يهود أو نصارى كذبتم، ليسوا يهودا ولا نصارى، إنما هم مخلصون حنفاء لله عز وجل على ملة إبراهيم. وإن اعترفتم أنهم ليسوا يهودا ولا نصارى حصل المقصود بيننا وبينكم، نحن نتبعهم وأنتم تخالفونهم. تقولون إن إبراهيم الخليل أبو الأنبياء عليه الصلاة والسلام، إن إبراهيم وابنيه إسماعيل وإسحاق، ابني إبراهيم عليه وعليهم الصلاة والسلام، وإسماعيل أكبر من إسحاق ولذلك قدمه الله في الذكر، إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب، يعقوب ابن إسحاق والأسباط أبناء يعقوب لحد عشر وذرياتهم من أسباط بني إسرائيل كانوا هودا أو نصارى، يعني على دين اليهود أو على دين النصارى؟ حاشا وكلا، إنهم على دين الحنيفية ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فأينا أولى بهم، نحن أم أنتم؟ فإن قلتم إنهم كانوا هودا أو نصارى فالله جل وعلا قال إنهم ليسوا يهودا ولا نصارى، قال جل وعلا: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وذريته على ملته، ليسوا يهودا ولا نصارى ولكن موحدون مخلصون لله عز وجل. نعم. المسألة الأولى: إن كانت الخصومة في الصالحين ودعواهم أنهم على طريقهم
فهم لا. أما إن كانت الخصومة ليست في الله وليست في الجزاء على العمل، وإنما الخصومة في دعوى أن الأنبياء منا أو منكم، يعني في الدين والعبادة هم منهم في النسب، لكن في العبادة لا، هم على ملة إبراهيم عليه السلام. فإن كانت الخصومة في الأنبياء فأنتم لا تؤمنون بالأنبياء، وإن ادعيتم أنكم تؤمنون بهم. أما نحن والحمد لله فنحن مؤمنون بهم، أمرنا ربنا بقوله: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. هذا ديننا وهذه عقيدتنا وهذه صلتنا بالأنبياء، هل أنتم كذلك؟ لا، ليسوا كذلك. نعم. إن كانت الخصومة في الصالحين ودعواهم أنهم على طريقهم فهم لا يقدرون أن يدعوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه على طريقتهم، هم لا يدعون، يعني يتبرؤون من الرسول وأصحابه، مع أن الرسول هو خاتم النبيين وإمام المرسلين، وهم جحدوا رسالته وكذبوه. ومن كفر بنبي واحد فهو كافر بجميع الأنبياء، لا نفرق بين أحد منهم. أنتم تفرقون، تؤمنون ببعض وتكفرون ببعض، أما نحن لا نفرق بين أحد منهم، نؤمن بهم جميعا. نعم. بل يصرحون أنهم على غيرها. نعم. بل يصرحون قبل نعم. فهم لا يقدرون أن يدعوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه على طريقتهم. نعم، لا يقدرون أن يقولوا إن رسول الله أصحابه على طريقة الأنبياء، بل يجحدون هذا وينكرون رسالته، ينكرون رسالته. نعم. بل يصرحون أنهم على غيرها، يصرحون أنه على غير ملة الأنبياء، أن محمدا ليس على ملة الأنبياء، وأنه كاذب في دعواه النبوة والرسالة. نعم. ولكن يعتذرون أنهم لا يقدرون عليها، فكيف هذا التناقض؟ نعم، ولكن يعترفون أنهم لا يقدرون عليها، هذا تناقض. الرسول صلى الله عليه وسلم جاء ببراهين ومعجزات تدل على صدق رسالته، جاء بأشياء لا تقدرون أنتم عليها، ما يمكن أن أحدا يأتي بمعجزة غير الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. الرسول جاء بمعجزات أعظمها القرآن الكريم الذي أعجز الجن والإنس والبشرية كلها والفصحى والبلغاء والحكماء، أعجزهم أن يأتوا بسورة واحدة مثله. نعم. يدعون أنهم تابعوهم مع تحريهم أتباعهم وزعمهم أن أحدا لا يقدر عليه. لا تسرع. نعم. زعموا. نعم. يدعون أنهم تابعوهم، ادعوا أنهم تابعوا الأنبياء، وكيف يتابعون الأنبياء وهم يكفرون ببعضهم؟ اليهود يكفرون بالمسيح
ولمحمد صلى الله عليه وسلم. النصارى يكفرون بمحمد صلى الله عليه وسلم، كيف يدعون أنهم على طريقة الأنبياء وهم يكفرون ببعضهم ويؤمنون ببعضهم؟ نعم. وزعمهم أن أحدا لا يقدر عليه. نعم. المسألة الثانية قوله أأنتم أعلم أم الله. المسألة الثانية قوله أأنتم أعلم أم الله. الله أخبر أن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط ما كانوا هودا أو نصارى، وأنتم تقولون لا، هؤلاء يهود. اليهود يقولون هؤلاء يهود، والنصارى يقولون هؤلاء نصارى. ولا بد أن الدعوة تحتاج إلى علم، تحتاج إلى علم. فالله قال ليسوا يهودا ولا نصارى، أنتم تقولون هم يهود ونصارى، أيكم أعلم؟ أنتم أعلم أم الله؟ لا يمكنهم أن يقولوا نحن أعلم من الله، لأنهم لو قالوا هذا لكفروا صراحة، ولكن يقولون هذا بأنفسهم ولا يصرحون به. نعم. فهذه لا يقدر أحد أن يعارضها. نعم، هذه أنتم أعلم أم الله، لا أحد يقدر أن يعارض هذه الحجة، يعني يقول أنا أعلم من الله. نعم. فإذا سلمها وسلم لك أن العلم الذي أنزل الله ليس هو لعدم القدرة. نعم، إذا سلم هذه الحجة، سلم أن العلم الذي جاء به الأنبياء أنه من الله سبحانه وتعالى، وأن أحدا لا يقدر على أن يحاكيه. نعم. فإذا سلمها وسلم لك أن العلم الذي أنزل الله ليس هو لعدم القدرة، فهذا الذي عليه غيره. نعم. وهذا إلزام لا محيد عنه. نعم، هذا إلزام لا محيد عنه، فإنهم ليسوا أعلم من الله، والله أخبر أن هؤلاء ليسوا يهودا ولا نصارى، وأنتم تقولون هم يهود نصارى تعارضون الله، ما هي حجتكم؟ قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. ليس لهم حجة ولا برهان إلا الهوى، إلا الهوى والحسد، هذا هو الذي حملهم على مخالفة الأنبياء. فكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم، ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. فريقا من الأنبياء كذبوهم كمحمد وموسى وعيسى، كذبوهم، وفريقا من الأنبياء قتلوهم مثل زكريا ويحيى، وحاولوا قتل عيسى عليه الصلاة والسلام فرفعه الله من بينهم ونجاه منهم، حاولوا قتل محمد صلى الله عليه وسلم عدة مرات فسلمه الله من شرهم. قتلت الأنبياء، فريقا كذبتم وفريقا تقتلون. السبب ما هو؟ أنهم جاءوكم بما لا تهوى أنفسكم، تبعتم الهوى، هوى أنفسكم. نعم. المسألة الثالثة أن منهم من يعرف الحق ويكتمه خوفا من الناس مع كونه لا ينكره. ومن أظلم ممن كتم شهادته شهادة عنده من الله. هذه المسألة الثالثة. إذن أنتم تعلمون، ولكن كتمتم العلم وكتمتم الشهادة، ومن فعل ذلك فهو أشد الظالمين. من أظلم من ما أحد أظلم منه. فالواجب أن من عنده شهادة حق أن يؤديها ولا يكتمها،
ولا تكتموا الشهادة، من يكتمها فإنه آثم قلبه، فيجب الإدلاء بالشهادة عند طلبها والحاجة إليها وعدم كتمانها. من كتمها فهو ظالم أشد الظلم، لأنه وضع الحق في غير موضعه، والظلم هو وضع الحق في غير موضعه. نعم. فلا أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله. نعم. فكيف بمن جمع مع الكتمان دفعها وسبها وتكفير من آمن بها؟ كيف بمن جمع مع الكتمان جحود رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، وهم يشهدون أنها حق، يشهدون أنها حق بما عندهم من التوراة والإنجيل، يشهدون بهذا، هذا كفر وظلم شديد، وأضافوا إليه جريمة أخرى وهي أذية من أخذ بالحق وسار عليه ومضايقته، كما هو الواقع الآن من دول الكفر مع المسلمين في كل مكان، من المضايقة، من القتل والتشريد، من الاحتقار إلى غير ذلك، لا لشيء إلا لأنهم مسلمون، إلا لأنهم مسلمون. نعم. نعم. مسألة الرابعة: الوعيد بقوله: وما الله بغافل عما تعملون. توعدهم الله في ختام الآية لما ذكر هذه الحجج القاطعة عليهم، ما بقي إلا العناد، ما بقي منهم إلا العناد والمكابرة. قال جل وعلا: وما الله بغافل عما تعملون. هذا وعيد شديد، فالموعد عند الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، ولن تفلتوا، لن تفلتوا من هذا يوم القيامة. هذا تهديد لهم بما ينتظرهم إن داموا على هذه الحالة الكفرية. نعم. والله أعلم. ولا تحسبن الله غافلاً عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. لا تحسبن الله غافلا، إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. فما عليه الكفار الآن ودائما من التطاول على عباد الله ومحاصرة أولياء الله والتقليل من شأنهم وتنقص دين المسلمين، الله ليس بغافل عنه. إذن لماذا لم يعاجلهم بالعقوبة؟ لحكمته سبحانه، لتكون عقوبتهم أشد مما لو عاجلهم بالعقوبة. فهو يملي لهم ولا يغفل عنهم. أما غير الله جل وعلا قد يغفل عما يكيد الأعداء له، يغفل عن هذا، أما الله جل وعلا فإنه ليس بغافل، بل يحصي عليهم أعمالهم ويوافيهم بها يوم القيامة. وهذا وعيد لكل من عرف الحق وتركه لهوى
أو لطمع دنيوي أو لإرضاء أحد، هذا وعيد لكل من فعل ذلك، وعيد لكل من آذى عباد الله وضايقهم وجحد حقهم واستقوى عليهم بسلطانه ودولته، هذا وعيد له حتى من غير اليهود والنصارى، ما الله بغافل عما يعمل الظالمون. نعم. قال والله أعلم. نعم. وقال أيضا رحمه الله تعالى: وأما قوله أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، فهذه حجة أخرى. نعم. وبيانها أن إذا أجمعنا على الإمام والأئمة أنهم ومن اتبعهم على الحق ومن خالفهم فهو على الباطل، فهذه أيضا مثل التي قبلها. نعم. فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والأئمة بعدهم قد أجمعنا أنهم ومن اتبعهم على الحق ومن هذا انتقال من الله أعلم من الشيخ، انتقال من اليهود والنصارى إلى هذه الأمة والفرق الضالة والمنحرفة التي تنتسب إلى الإسلام وتعادي أهل السنة والجماعة وترفض الحق وتتمسك بما هي عليه من البدع والمحدثات والدين الباطل، فالشيخ كأنه انتقل إلى هؤلاء الذين عايشهم هو رحمه الله في دعوته إلى الله، وآذوه وضايقوه، تكلموا فيه، وألفوا المؤلفات في سبه وإنكار ما جاء به واعتباره من الخوارج، لأنه خرج عما هم عليه، سموه من الخوارج، عندهم أن الدين هو ما هم عليه ومن خالفه فهو من الخوارج، هكذا زعمهم، سموه من الخوارج، وقالوا إنه أتى بمذهب خامس، ما هو على المذاهب الأربعة، أتى بمذهب خامس يسمونه المذهب الوهابي، والشيخ رحمه الله تابع للأئمة الأربعة خصوصا الإمام أحمد رحمه الله، فإنه على مذهب الأئمة، ما جاء بشيء جديد، غاية ما يكون أنه جدد هذا الدين، جدده، جدد العقيدة مما لصق بها من الشبهات والشكوك، فهو من المجددين، هو مجدد من المجددين الذين يبعثهم الله على رأس كل 100 سنة يجددون لهذه الأمة دينها كما في الحديث، فهو مجدد وليس بمبتدع وليس له مذهب وهابي، هو تابع حنبلي في المذهب، حنبلي في الفقه، سلفي في العقيدة على عقيدة الصحابة والتابعين والقرون المفضلة، هذا الشيخ محمد بن عبد الوهاب وهذه دعوته، نحن لا نتحيز له، ولكن نحن نعرض ما هو عليه وحقيقة ما دعا إليه وما عليه خصومه ونقارن بين الفريقين، هذا هو المنهج السليم في من خالف دعوة الرسل وأتباعهم، أنك تحاجه وتعرض ما أنت عليه وعليه هو وتقارن أينا على الحق، وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، هذا هو الإنصاف. نعم.
فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والأئمة بعدهم قد أجمعنا أنهم ومن اتبعهم على الحق ومن خالفهم على الباطل، فنقول هذه المسألة أن هؤلاء الأئمة من الصحابة والتابعين من جاء بعدهم على أثرهم أنهم على الحق، إذا كانوا هم على الحق إذن من خالفهم فهو على الباطل. وكما قال جل وعلا: فماذا بعد الحق إلا الضلال. فإما أن تعترفوا أن ما عليه الصحابة والتابعون ومن جاء بعدهم على حق، أو تقولوا إنهم على باطل. لا تقدرون أن تقولوا إنهم على باطل مهما بلغتم من الكفر والكذب والهوى، ما تقدرون، لأنها تكذبكم الأدلة والشواهد، فلا تقدرون على هذا. نعم. فنقول هذه المسألة التي اختلفنا وإياكم فيها. نعم، يخاصم المبتدعة وأهل الضلال وعباد القبور والأضرحة، يخاصمهم في هذا. نعم. هل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه على قولنا أو على قولكم؟ نعم، يقول للقبوريين والمبتدعة وأصحاب الضلال: هل الرسول على قولنا أو على قولكم؟ فإن كان على قولنا يجب أن تتبعونا، وإن كان على قولكم يجب أن نتبعكم، لأن هدفنا هو الحق. فهذه يعني مجادلة واضحة للخصوم، صالحة لكل زمان ومكان. إذا اختلفت مع أحد قل: يا أخي تعال اعرض ما عندك وأنا أعرض ما عندي، فأينا يكون على الحق يجب على الآخر أن يتبعه ويسلم له، وأينا على الباطل يجب يتراجع إلى الحق. هذا هو الإنصاف. أما نقول كل على ما هو عليه والناس أحرار وقناعات ما داموا مقتنعين، نقول لا يا أخي، ما هي بالمسألة قناعة وحرية رأي، المسألة اتباع واقتداء، هذا الطريق الصحيح. وإلا هناك من يقتنع بالباطل، هناك من يقتنع بالباطل. عباد الأوثان ما عبدوها إلا لأن عندهم قناعة بها وبعبادتها، القناعة ما هي بدليل، القناعة ما هي بدليل، إذا لم تكن على الحق فهي ما هي بدليل. الحرية ما هي مطلقة، حرية في الحق، أما الحرية بالباطل فهي ممنوعة. نعم. فإذا أقروا أن دعاء أهل القبور والبناء عليها وجعل الأوقات، فإذا ادعوا، انتبهوا، نعم، فإذا أقروا أن دعاء أهل القبور والبناء عليها وجعل الأوقاف والستنة عليها من دين الجاهلية، إذا اعترفوا أن عبادة القبور والبناء عليها جعل السدنة لها أنه من دين الجاهلية، فإنهم خصموا، وإن قالوا أنه دين الحق كذبوا، فما في مجال للروغان أبدا. نعم. فإن أقروا، نعم، فإذا أقروا أن دعاء أهل القبور والبناء عليها وجعل الأوقاف والسدنة عليها من دين الجاهلية، نعم، فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك كله. الرسول صلى الله عليه وسلم لما بعث والناس مطبقون على الشرك على عبادة الأوثان، ما على الأرض واحد من أهل التوحيد، الموحدون من الأمم السابقة انقرضوا إلا نوادر. فإذن الرسول واجه العالم وهو على الشرك، يعبدون الأصنام، انتشرت الأصنام في جزيرة العرب
ودخلت الحجاز واحتلت الكعبة، صار فوقها 360 صنما، وصارت على الصفا والمروة يساف نائلة، وصارت حول مكة اللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى. فلما بعث محمد صلى الله عليه وسلم قام يبين للناس أن هذا شرك بالله عز وجل، وأن الله لا يرضى أن يعبد معه أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. دعا إلى هذا، بلغ هذه الدعوة، وقام 13 سنة في مكة يبين التوحيد وينهى عن الشرك، مجرد دعوة. فلما هاجر إلى المدينة وصار له أنصار وأتباع ودولة، أمره الله بجهاد هؤلاء الذين أصروا على ما هم عليه من عبادة الأصنام والأولياء والصالحين والقبور. جاهدهم بالسلاح، بالأول جاهدهم بالحجة، وجاهدهم به جهادا، يعني في القرآن، جاهدهم به. هذا يوم كان في مكة، يعني سورة الفرقان مكية. وجاهدهم به جهادا كبيرا، هذا جهاد علم حجة. فلما هاجر واستطاع القتال جاهدهم بالسلاح بأمر الله سبحانه وتعالى، حتى يقضى على الشرك والمشركين وتعود العبادة لله عز وجل. فجاهد في الله، جاهد الكفار والمنافقين والمشركين واليهود والنصارى، جاهدهم حتى مكنه الله من ذلك بفتح مكة المشرفة التي هي مثابة الناس يرجعون إليها، ففتحها الله له واستولى عليها وزالت دولة الشرك منها. عند ذلك كسر الأصنام، طهر الكعبة المشرفة، طهر الصفا والمروة، طهر الحرم وما حوله من اللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى، ونصره الله عز وجل. فهذا ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. بقيت الأمة على التوحيد القرون المفضلة حتى انتهى وقت القرون المفضلة. عند ذلك حدثت البدع والقبورية في الناس، حصل هذا في الناس، وكثر القبورية وعبادة الأضرحة. الأصنام انتهت، ما يعبد أصنام، وإنما تعبد الأضرحة والقبور، بحجة أنهم أولياء الله وأنهم ينفعون ويضرون من لجأ إليهم واستغاث بهم، ويقولون هذا ما هو بشرك، هذا توسل إلى الله عز وجل، يسمونه توسل، ما يسمونه الشرك، وهو الشرك، الشرك الواضح. ولكن الأسماء لا تغير الحقائق. فحدث الشرك مرة ثانية في المسلمين وكثر، ولم يبق إلا الدعوة إلى الله على يد المجددين من العلماء، مجددين من العلماء قاموا بأدوار في الدعوة إلى الله وفي نفي الشرك وبيان الحق لمن يريده ووضحوه. فهدى الله على أيديهم من أراد الله له الهداية، وعارض وعاند من أراد الله له الشقاوة. ولكن الحمد لله، الحق منتصر، والحق واضح، والحق ولو كان من عليه لو كانوا قليلين ففيهم الخير، وهم الأمة، هم الأمة. وأما من خالفهم وإن كانوا كثيرين فإنهم ليسوا هم الأمة المحمدية. نعم.
فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك كله وهدم البناء الذي جعلته الجاهلية على القبور. نعم، كما سمعتم أنه أولا دعا إلى الله ثم أمره الله بالجهاد فجاهد وهدم الأصنام، كسرها وحطمها وزالت ولله الحمد. عادت الحنيفية ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. نعم. ونهى عن دعاء الصالحين وعن التعلق عليهم. نعم، أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن دعاء الصالحين والأولياء وحذر من ذلك، حذر من البناء على القبور، حذر من اتخاذ القبور مساجد ومصليات، حذر من الذبح لغير الله، لعن الله من ذبح لغير الله، حذر من كل ما وجد عليه أهل مكة وما حولها من الشرك، حتى طهر الله به أرض العرب من هذه الوثنيات. ثم جاء خلفاؤه من بعده فواصلوا الدعوة والجهاد في مشارق الأرض ومغاربها حتى انتشر الإسلام في المشارق والمغارب وبلغ مبلغ الليل والنهار ولله الحمد. وهكذا الحق إذا قام به، إذا قام بالحق من يبلغه للناس ويجاهد عليه اندحر الباطل. نعم. وأمر بإخلاص الدعوة لله. الدعاء، الدعوة يعني الدعاء، الدعوة إلى الله يعني إخلاص الدعاء لله. فلا تدعو مع الله، أن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. وبين أن الدعاء إنما يكون لله ولا يدعى الأولياء الصالحون. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له قل ادعوا الذين زعمتم من دونه لا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، وإلى غير ذلك من الآيات التي تأمر بدعاء الله وحده وترك دعاء الأولياء والصالحين والاستغاثة بهم والذبح لهم والنذر لهم وإلى آخره. نعم. وأمر بإخلاص الاستعانة لله. نعم، إياك نعبد وإياك نستعين. هذا حصر، أنه لا يستعان إلا بالله ولا يعبد إلا الله. إياك نعبد هذا حصر، وإياك نستعين هذا حصر، حصر للدعوة والاستعانة بالله. فلا يدعى الأموات ولا يستغاث بالأموات. نعم. وبلغنا عن الله أنه يقول فلا تدعوا مع الله أحدا. ومن؟ وبلغنا عن الله، بلغنا النبي صلى الله عليه وسلم عن الله أنه قال وأن المساجد لله، يجب أن تكون المساجد لله لعبادة الله وإخلاص الدين له، لا تكون للخرافات والصوفيات والبدع والمحدثات، لا تكون للاستغاثة بالمخلوقين والاستعانة بالمخلوقين. إذا كانت كذلك فهي ليست مساجد، هذه مشاهد وليست مساجد. المساجد هي التي يظهر فيها التوحيد لله عز وجل بالعبادة والدعاء والذكر وغير ذلك. ثم قال فلا تدعوا مع الله أحدا، لا تدعوا مع الله أحدا، أي أحد، لأن أحدا نكرة في سياق النهي، في سياق النهي، فتعم كل أحد. فلا يدعى مع الله أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا عبد صالح ولا غير ذلك. نعم. ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعون وأتباعهم والأئمة وأصحابهم على ذلك. نعم، مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك وأصحابه
التابعون للصحابة وأتباع التابعين والقرون المفضلة مضوا على هذا، على إخلاص التوحيد لله عز وجل. نعم. ولم يحدث هذا إلا بعد ذلك، لم يحدث هذا إلا بعد المئة الرابعة، خصوصا لما استولى الشيعة الفاطميون على مصر والمغرب، بثوا فيهما القبورية والبناء على الأضرحة، وامتد هذا في بلاد المسلمين إلى أن طهر الله هذه البلاد، ولله الحمد، طهرها بدعوة هذا الإمام الجليل المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ولا تزال ولله الحمد. نعم. ولم يحدث هذا إلا بعد ذلك، أعني دعاء غير الله. نعم. والبناء على القبور. نعم، إنما حدث بعد القرون المفضلة، بعد المئة الرابعة، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نعم. وما يتبع ذلك من المنكرات. نعم. فكيف تقرون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والأئمة بعدهم على ما نحن عليه؟ نعم، نقول لهؤلاء القبوريين والصوفية: تعالوا نعرض ما معنا ومعكم على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعون لهم بإحسان، نعرضه على هذا، فما وافقه فهو حق وما خالفه فهو باطل. وهل في دين النبي وأصحابه والتابعين وأتباعهم عبادة الأضرحة؟ هل فيها الاستغاثة بالأموات؟ هل فيها الذبح لغير الله؟ حاشا وكلا. نعم. فلم يبقى حينئذ بعد البيان إلا المكابرة. نعم. ثم تنكرونه أعظم من إنكار دين اليهود والنصارى. تعرفون دين رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأتباعهم، تعرفون هذا، ثم تنكرونه أعظم مما تنكرون اليهودية والنصرانية. تنكرون الحق الذي جاء به محمد أعظم مما تنكرون على اليهود والنصارى. نعم. مع إقراركم أنه الدين الذي عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والأئمة. نعم، أنتم تعترفون أن الدين هو ما عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه والأئمة الذين اتبعوهم بإحسان، لكنكم تعتذرون عن التزام ذلك بما عليه الناس، بما يرضي الناس، بأنكم لا تقدرون على ذلك. هذا من اعترف، وإلا كثير منهم لا يعترف، يقول الدين الحق هو ما عليه هؤلاء المتأخرون، هو ما عليه المتأخرون، ويكابر في هذا. نعم. أم كيف تنصرون الشرك وما يتبعه؟ كيف تنصرون الشرك وأنتم عرفتم أنه شرك؟ كيف تنصرونه ولا تتبرؤون منه، تجاهدون أهله، تكتمون الحق وأنتم تعلمون؟ نعم. وتبذلون في نصره النفس والمال. نعم، القبوريون بذلوا النفس فقاتلوا دون عبادة القبور، وبذلوا أموالهم في الإنفاق على القبور، هذا شيء مشاهد، هذا شيء مشاهد، فهم مصرون على ما هم عليه مع معرفتهم بالحق وقيام الحجة عليهم من الكتاب والسنة وما عليه سلف الأمة. ما بقي لهم حجة إلا العناد واللجاج وقولهم هذا وجدنا عليه آباءنا وهذا وهذا إلى آخره. نعم. مع إقراركم أنه دين الجاهلية المشركين. أن ما عليه أتباع التابعين والأئمة هو الحق،
وأن ما أنتم عليه هو دين الجاهلية، لأن ما خالف الإسلام فهو جاهلية، كل ما خالف دين الإسلام فهو من دين الجاهلية، لا مكابرة في هذا. نعم. هذا هو الشيء العجاب، هذا هو الشيء العجاب منكم، هي المكابرة. الله قال عن أهل الجاهلية ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، أنتم تقولون كذا، نحن نتقرب إلى الصالحين ونذبح لهم وننذر لهم من لأجل أن يشفعوا لنا عند الله، مثل ما قاله إخوانكم من قبل، والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، اتخذوهم وسائط بينهم وبين الله، نفس الشيء. نعم. جعل الآلهة إلها واحدا، أنكروا على الرسول لما دعا قال قولوا لا إله إلا الله، قال وجعل الآلهة إلها واحدا، يعني يبي يبطل كل ما نحن عليه من عبادة الأصنام والأشجار والأحجار ويخلينا ما نعبد إلا رب واحد. استنكروا هذا، استنكروا هذا، أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم أن يمشوا واصبروا على آلهتكم، تواصوا بالبقاء على الشرك والعياذ بالله، إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا، فهموا أن من قال لا إله إلا الله فإنه يترك عبادة الأصنام والقبور والأضرحة، فهموا هذا، ولكنهم لا يريدونه، إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. أنون الرسول صلى الله عليه وسلم مثل اللي قالوا امشوا واصبروا على آلهتكم. فدين المشركين واحد من أول الخليقة إلى آخرها، ما يتغير، شبهاتهم هي هي ما تغيرت، وليس عندهم برهان ولا حجة. من يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له، لا برهان له به، فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون، حكم عليهم بالكفر. نعم. يا أعداء الله لو كنتم تعقلون، نعم يا أعداء الله لو كنتم تعقلون لعرفتم أنكم على الباطل، وأن ما عليه الرسول وأصحابه والتابعون والأئمة أنه هو الحق، تعرفون هذا، ولكن يمنعكم من اتباعه إما الهوى والمكابرة، وإما حب الرياسة والمال، وإما إرضاء فلان أو علان أو غير ذلك من المعاذير. نعم. وليس هذا في هذه المسألة وحدها، نعم، بل كل مسألة اختلفنا وإياهم فيها. هذا الرجوع إلى الكتاب والسنة في كل مسألة اختلفنا فيها، لكن أصل الخلاف هو في التوحيد، وإلا كل مسألة اختلفنا فيها يجب الرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، ما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، وكل خلاف يرجع في بيانه إلى الكتاب والسنة، لأنها هي المنهج الذي يسير عليه المسلمون، ولا يرجع إلى قول فلان وعلان والعالم الفلاني وقال فلان وافتى فلان، كل هذا ملغى أمام الحق، ما يلتفت إليه، وما عليه الناس وما عليه الآباء والأجداد، ونحن ما نقدر نخالف الناس وإلى آخر ما يعتذرون به، هذا ما ينفعهم عند الله يوم القيامة. نعم.
وأقروا أن ما نحن عليه هو الذي عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. لأنه ما يمكنهم ينكرون هذا، إذا بينا ما نحن عليه أنه على القرآن والسنة ما يقدرون ينكرونه، لكن يكابرون ضده. نعم. فهذه الخصومة فيها واقعة فاصلة لها. نعم. فإن أقروا بذلك ولكن زعموا أن الناس أحدثوا أمورا تقتضي حسن ما هم عليه كقولهم هذه بدعة حسنة فيها من المصالح كذا وكذا، ما عندهم حجج على ما هم عليه إلا أنهم يقولون هذا ما هو بشرك، هذا توسل تقرب إلى الله بعباده الصالحين غير ذلك، أو يقولون هذه بدعة حسنة. كيف بدعة حسنة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، كل بدعة ضلالة. أنتم تقولون لا، تقولون للرسول لا أنت غلطان، هناك بدعة حسنة. ما في بدعة حسنة، كل ما خالف الكتاب والسنة فهو بدعة وضلالة، هذا هو الحق. نعم. فيها من المصالح كذا وكذا وفي تركها فيها مصالح، يقولون هذه فيها مصالح. طيب والمضار؟ الإنسان ما هو بينظر إلى المصالح فقط وينظر إلى المضار أيضا، وأيها أعظم المصالح ولا المضار؟ يقارن بينها، ولا ما هنا شيء تقريبا يخلو من مصلحة جزئية؟ ما هنا شيء يخلو من مصلحة جزئية، لكن الكلام هل هذه المصلحة راجحة ولا مرجوحة؟ الغالب أنها مرجوحة، تلغى المصلحة في جانب المفسدة الراجحة، هذه القاعدة. مو بكل شيء فيه مصلحة يقال خلاص هذا زين، هذه بدعة حسنة إلى آخره. نعم. وفي تركها من المفاسد كذا وكذا. لو تركناها بيعادون الناس، لو تركناها تبي تنقطع الأرزاق، أرزاقنا حنا، يقولون حنا نعيش على هذه الأضرحة وإيراداتها وأوقافها وعايشة عليه، وأن نروح لو قطعت هذه الأمور، يعتذرون بهذا أن أرزاقهم منوطة بهذه المزارات وهذه القبور وهذه موارد، هذه موارد للدولة وللناس، وما دام فيها مصالح ليه تمنعونها؟ نقول فيها مضار أشد، وهي الشرك بالله والبدع والمحدثات، وما عند الله خير وأبقى من هذه المصالح اللي تزعمونها. نعم. فيجاوبون بالمسألة الثالثة وهي قوله أأنتم أعلم أم الله؟ أي نعم، هذه حاسمة. إذا برروا ما هم عليه قلنا الله جل وعلا أبطل ما أنتم عليه، أأنتم أعلم أم الله؟ إن قالوا نحن أعلم خلاص هذا أشد الكفر، إن قالوا الله أعلم نقول الله نهى عن هذا وحرمه وبين بطلانه، واجب عليكم أن تقلعوا عنه وأن ترجعوا إلى الحق. نعم. فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بإقراركم أوصانا بقوله عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، هذا منهج واضح من الرسول صلى الله عليه وسلم، تركنا على هذا، تركنا على هذا، من يعش منكم فسار اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. شوف كل محدثة بدعة، هؤلاء يقولون لا هنا محدثات فيها حسنة، بدعة حسنة، يكذبون الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن كل محدثة بدعة
وكل بدعة ضلالة. يقولون لا، ما هو كل بدعة ضلالة، هناك بدعة حسنة. يعني كأن الرسول قد غلط في قوله وكل بدعة ضلالة. نعم. فقد أقررتم أنه أمر بلزوم ما أمرتم بتركه، وأنه نهى عما أمرتم بفعله. فقد أقررتم أنه أمر بلزوم ما أمرتم بتركه، ما أمرتم بتركه، أمر بترك، أمر بلزوم ما أمرتم بتركه، وهو البدع والمحدثات. أنتم توصون بالتمسك به، الرسول يحذر منه ويقول اتركوه. نعم. وأنه نهى عما أمرتم بفعله، نهى عما عما أمرتم. عندي شيخ ما أدري، أعيد العبارة يا أخي. فقد أقررتم أنه أمر بلزوم ما أمرتم بتركه. نعم، أمر بلزوم ما أمرتم بتركه، الرسول أمر بلزوم السنة، وأنتم توصون بترك السنة اللي تخالف هواكم ومحدثاتكم. نعم. وأنه نهى عما أمرتم بفعله، وأن الرسول نهى عما أمرتم بفعله، وهو البدع والمحدثات، عكس ما أوصى به الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. مع إقراركم أنه أوصى بهذه الوصية عند وقوع الاختلاف في أمته. نعم، فسيرى اختلافا كثيرا، عليكم بسنتي، أمر عند الاختلاف بالرجوع إلى السنة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. مع إقراركم أنه لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. إقراركم أنه معصوم عليه الصلاة والسلام، لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، بخلاف غير الرسول. غير الرسول قد ينطق عن هوى أو محبة مال أو جاه أو غير ذلك، أما الرسول أبدا معصوم من هذا عليه الصلاة والسلام. فغير الرسول غير معصوم، فلا تتبعوا غير الرسول صلى الله عليه وسلم، اتبعوا المعصوم واتركوا غير المعصوم. نعم. حتى المجتهد العالم المجتهد إذا أخطأ لا تتابعوه على خطأه، وإن كان هو يبحث عن الحق لكنه لم يصبه فلا تتبعوه. نعم. أحسن الله إليكم معالي الشيخ وبارك فيكم ونفع بعلمكم. استأذن معاليكم في طرح بعض الأسئلة. هذا سائل يقول: ما توجيه معاليكم حفظكم الله إلى من دب في قلبه اليأس مما وصل إليه حال أمة الإسلام، ومما صار لأهل الهوى من النفوذ في وسائل الإعلام المختلفة؟ لا، ما يجوز هذا، اليأس لا يجوز، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. فلا نيأس ونترك المحاولة لإزاحة الشر، ما نترك هذا، بل نحاول ونعمل ما نستطيع، والله معنا سبحانه وتعالى، الله معنا إذا صدقنا. كنا نستسلم ونيأس لا يجوز هذا. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم القراءة في كتب اليهود والنصارى من باب الاطلاع وزيادة المعرفة؟ وهل قرأت كتب المسلمين وفهمتها وأحط بما فيها حتى صار عندك استعداد، صار عندك استعداد للاطلاع على كتب اليهود والنصارى وأهل الضلال؟ ما وأيضا ما أنت معصوم، يمكن تأثر عليك، يمكن تأثر عليك، ابتعد عنها ولا تقرأ فيها. إذا كان عندك همة للقراءة اقرأ في الكتب النافعة، الكتب المفيدة. نعم. يقول أيضا: أثابكم الله، ما حكم مؤاكلتهم؟ المؤاكلة في المباح ما في بأس، لكن المجالسة معهم، المجالسة لا تجوز، لأنهم يأثرون عليك. أما مجرد الاجتماع على وجبة وعلى أكل من المباح ما في بأس،
نعم، لكن لا تتخذهم جلسا وتتخذهم أصدقاء وأصحاب تأنس بهم. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: كيف نجمع بين قوله صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة وبين قول عمر رضي الله عنه نعمة البدعة هي؟ وهل عمر قال نعم البدعة؟ ماذا يريد؟ يريد صلاة التراويح، صلاة خلف الإمام، صلاة التراويح سنة وليست بدعة، إنما قصدها البدعة اللغوية، البدعة اللغوية يعني إن هذا الشيء الناس نسيوه، فعمر أعاده وقال نعمة البدعة، يعني هذه بدعة لغوية ما هي بدعة شرعية. البدعة الشرعية كلها باطلة، كل بدعة ضلالة. حاشا عمر أنه يريد البدعة الشرعية. وصلاة التراويح ما هي بدعة، سنة، جمعهم على إمام واحد ما هو بدعة، هذا كانوا مجتمعين خلف الرسول صلى الله عليه وسلم، صلى بهم ليالي، لكن خشي أن تفرض عليهم فتخلف عنه. في وقت عمر زال العذر وهو خوف الفرضية، لأن الفرضية انتهت بوفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يفرض شيء بعد وفاة الرسول. فلما زال المحذور جمعهم عمر وأعاد السنة، جمعهم وأعاد السنة التي كان عليها الرسول صلى الله عليه وسلم، وتركها خوفا من الفرضية. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما الرد على قول الرافضة بأن نحن أهل السنة نقول بعصمة النبي صلى الله عليه وسلم، ونقول في سبب نزول سورة عبسة أن النبي أخطأ ثم نزلت هذه السورة، وهل هناك تعارض بينهما؟ الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أخطأ لا يقره الله على خطأ، بل يبين له ذلك، فهو معصوم عليه الصلاة والسلام من الاستمرار على الخطأ إذا حصل. أما أنت فلست معصوم، تخطئ وتستمر على الخطأ أو يزيد عندك الخطأ أيضا. ففي فرق بين الرسول وبين غيره عليه الصلاة والسلام. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: هل يؤخذ من توبة سحرة فرعون قبول توبة الساحر؟ كيف؟ هل يؤخذ من توبة سحرة فرعون قبول توبة الساحر؟ التوبة فيما بين العبد وبين الله جل وعلا، ما أحد يتدخل فيها، ما أحد يتدخل فيها. من تاب إلى الله صادقا تاب الله عليه، لكن نحن إذا كانت الجريمة عليها حد نقيم الحد عليه، وأما التوبة فهي بينه وبين الله، فالتوبة لا تسقط الحد، ما تسقط الحد، وهي إن كانت صادقة تنفع عند الله، وإن كانت غير صادقة الله أعلم بها. نعم. أثابكم الله. ما المقصود بقوله تعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات، إلى آخر الآية؟ نعم، أن الله من حكمته جعل أهل الكفر بينهم شحناء وبينهم أطماع، فهم يدافع بعضهم بعضا وينشغلون بأنفسهم عن المسلمين، وقد يدفعون عن المسلمين لمصالحهم، لمصالحهم. فالله يدفع: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، وفي الحديث إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. الله جل وعلا يسخر حتى الكفرة، سخرهم للمسلمين أحيانا. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: ظهر بين المسلمين رجال يلبسون أساور من نحاس ومن الجلد يضعونها في أيديهم، وخاصة من الرجال يعتقدون أنها تبعث النشاط للجسم وتقي من مرض الروماتيزم، فما حكم لبسها؟ هذا فيه الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده خيط، قال: ما هذه؟ قال: من الواهنة، يعني لبسوه لأجل يدفع عنه الحمى. قال صلى الله عليه وسلم: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فلو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا.
لا يجوز للمسلم هذه الأمور، لا يجوز أن يلبس الأساور ويلبس الرقاع ويلبس علشان تدفع، أو الخيوط علشان تدفع عنه العين، تدفع عنه الحمى، تدفع عنه كذا، هذه أوهام. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما المقصود بقوله تعالى ووجدك ضالا فهدى؟ قبل الرسالة عليه الصلاة والسلام، قبل الرسالة إنما كان يعبد الله على ملة إبراهيم على الحنيفية، لكن كما قال الله جل وعلا: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، كان أميا لا يقرأ ولا يكتب، ولكن في قلبه الإيمان والعمل الصالح، لكن التفاصيل، تفاصيل الشريعة وتفاصيل الأحكام ما نزلت عليه إلا في القرآن والسنة. نعم. أثابكم الله. ليس المراد ضلال الكفر، المراد أنه لا يعلم الحق، لا يعلمه تفصيلا، لا يعلمه تفصيلا. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: نحن مجموعة زملاء في مدرسة، منهم من هو ملتزم ومنهم غير ذلك، والمجموعة الأولى الملتزمون لهم يوم يجتمعون فيه ويتدارسون بعض الكتب، وهناك زميل من الجماعة الأخرى يطلق علينا جماعة أهل الكتاب، فهل يجوز ذلك القول؟ اتركوه واستمروا على ما أنتم عليه، لا يخذلكم، أو اتركوه كلامه عليكم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل المسافر تسقط عنه السنن الرواتب إذا صلى خلف إمام مقيم أو مكث أكثر من مدة القصر؟ أثابكم الله. المسافر الذي يقصر الصلاة يترك الرواتب، وأما الذي يتم الصلاة يأتي بالرواتب. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هو الأصل في لبس المرأة في الصلاة؟ كيف؟ ما هو الأصل في لبس المرأة في الصلاة؟ أصل لا يحل لا يقبل الله صلاة حائض بغير خمار، يعني تغطي رأسها، تغطي به رأسها، من باب أولى أن يكون عليها ثياب تستر بدنها وتستر عورتها. ستر العورة من شروط صحة الصلاة بالنسبة للرجل والمرأة، أما الرجل فعورته ما بين السرة إلى الركبة، وأما المرأة فكلها عورة في الصلاة، أجمع العلماء على ذلك. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: أنا إنسان يثق في الأجانب، أنا إنسان يثق بالأجانب ويشهدون لي بالخير والأمانة، الأجانب نعم، ويقومون بنقل كفالاتهم على اسمي وفتح محلات باسمي، ويعطوني مبلغا ماليا معين آخر الشهر، فما حكم هذا المال؟ هذا لا يجوز، وهذا المال حرام، لأنه يعني يخالف النظام الذي جعله ولي الأمر بالاستقدام والكفالات، هذه خيانة، ولا يجوز لك تعمل هذا الشيء في مقابل مال تأخذه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: قال تعالى: يؤتي الحكمة من يشاء، هل هي مكتسبة أم كرامة وموهبة، وكيف نتحصل عليها في تعاملنا مع الناس ومع أصحاب المنكر؟ يؤتي الحكمة من يشاء، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فالحكمة المراد بها هنا الفقه، الفقه في دين الله عز وجل. نعم. يقول: إذا تعارض في أمر ما مفسدتين، اسأل أهل العلم، إن كنت عالما فانظر في الراجح من المصلحة والمفسدة، وإن كنت لا تعلم اسأل أهل العلم. نعم. هل تغطية الرأس في الصلاة من السنة، وهل ينكر على من لم يغطي رأسه فيها؟ نعم، التجمل في الصلاة مطلوب، خذوا زينتكم عند كل مسجد، عند كل صلاة، والزينة يراد بها ستر العورة، ويراد بها كما قال شيخ الإسلام: ما هو
ما هو أوسع من ذلك، وهو التجمل في البدن، لأنك تقف بين يدي ربك تكون على أحسن صورة وأحسن هيئة. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: ما صحة قول قل إن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله رب العالمين بعد دعاء الاستفتاح في الصلاة؟ هذا نوع من الاستفتاحات الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم: إن صلاتي ونسكي ومحياي وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. هذا من الاستفتاح الوارد عن الرسول صلى الله عليه وسلم في الصلاة. نعم. يقول السائل: إذا تقدم لموليتي رجل صالح وامتنعت لأجل إكمال الدراسة أو للحصول على وظيفة، فما الواجب علي؟ الواجب عليك التوبة إلى الله. تقدم لها رجل صالح زوجها ولا تفوته، تفوت عليها مصلحتها، والدراسة ليست ضرورية، الوظيفة ليست ضرورية، المهم الرجل الصالح، هذا هو المهم، فإذا حصلته فلا تفرط فيه. نعم. أحسن الله إليكم. هذا آخر سؤال. يقول السائل: بعض المصلين يوم الجمعة يقوم من مكانه قبل نهاية كلام الإمام من الخطبة، فما الحكم؟ نعم، بعض المصلين يقوم من مكانه قبل نهاية كلام الإمام من الخطبة، فما الحكم؟ إن كان لحاجة، إن كان قيامه لحاجة فلا بأس، بقدر الحاجة. أما إن كان قيامه لغير حاجة هذا خطأ، الواجب أنه ينصت ويستمع إلى أن تنتهي الخطبة. نعم. تكملة السؤال يا شيخ، يقول: بعض الأئمة يقول في نهاية الخطبة: قوموا إلى صلاتكم. والله ما ورد هذا، ما أذكر أنه ورد هذا. هم يبي يقومون لو ما قلت لهم قوم، ما أذكر له يعني، أولا ما له زيادة فائدة، وثانيا ما أذكر أنه وارد. نعم. صلى الله عليكم وبارك فيكم، وصلى الله على نبينا محمد.